من أربيل ينضم إلينا مراسل غد صهيب الفهداوي. صهيب، ما أهداف زيارة أبو الغيط إلى أربيل وأبرز نتائج هذه الزيارة والمحادثات هناك؟ نعم، أربيل محطة مهمة بالنسبة لزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى العراق. إذا أربيل فاعلة في صياغة القرار العراقي ومهمة بالنسبة للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل إعادة العراق إلى محيطه العربي، وهذه الجهود التي يقوم بها السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية تأتي مكملة لجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى إعادة العراق إلى الحاضنة العربية من خلال سلسلة الزيارات التي أجراها سابقا رئيس الوزراء العراقي إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية. يأتي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية لاستكمال هذه الجهود مع كافة الأطراف السياسية العراقية التي تتحكم في صياغة القرار العراقي من أجل إعادة العراق إلى الحاضنة العربية، وخاصة انتزاعه من الهيمنة الإيرانية التي استغلت الفراغ السياسي والأمني في البلاد بعد أحداث 2003 وسقوط النظام العراقي السابق. لذلك نشهد في تصريحات السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية التأكيد دائما على أهمية العراق كعضو دائم ومؤسس في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى تأكيده من هنا من كردستان بأن الإقليم هو جزء من العراق، وأن جامعة الدول العربية بالتأكيد تسعى لأن يكون الإقليم له علاقات مع محيطه العربي كما هو الحال مع العراق. وفي هذا الإطار يستكمل السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في العراق الجهود الحثيثة العربية من أجل توطيد العلاقات بين الأطراف السياسية العراقية والحكومة العراقية مع محيطها العربي. شكرا جزيلا لك صهيب الفهداوي، مراسل الغد من أربيل.